الخامس من الصوم اللي نتقرب أكثر إلى نهاية الصوم، إلى نهاية المسيرة. القراءة الثانية للإنجيل ده يخلينا مع الحقيقة أنه من يؤمن بيسوع أنهار ماء الحياة تجري من بطنه. الروح القدس اللي كنا نانو من العماد وهو في حياتنا هو هذا ينبوع ماء الحياة اللي نحاول أن نعيش بحياتنا. فإذا إنجيل اليوم دا يدعونا أن هل الروح القدس ما يكون إلنا فقط، ولكن نكون إحنا مثل ساقية نوصل حياة الله اللي هي بينا نوصلها للآخرين. بأمركم بأمر المسيح وحدا لا مرامي وحدا لا مرامي وحدا لا مرامي على العشاء ما صار طوال من أمشى قل عدا في العالمين التي أعطيتها لتجديد وخلاص طبيعتنا الفقيرة برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل إلى الأبد. آمين. يا رب من يقيم في خيمتك، من يسكن في جبل قدسك، اللهم أقمني بنقاء القلب أمامك. يا رب من يقيم في خيمتك، من يسكن في جبل قدسك، أستعرف طريق الكمال وفاعل البر والمتكلم من قلبي بالحق. من بلسانه لا يغتاب بصاحبه، لا يصنع شرا بقريبه، لا ينزل عارا. الرذيل حقير في نظري، ومن يتقون الرب يكرمه. إن أقسم مضرا بنفسه لم يخلف. الرذيل حقير في نظري، ومن يتقون لا يأخذ بالربا في الظلم ولا يأخذ ولا يقبل على البريء. الرجل ومن عمل بذلك لا يتزعزع. المجد للاب والابن والروح القدس من الازل الى الابد امين وامين. اللهم اقني بنقاء قلبي امامك. نصلي السلام معا. بل الكل عرضيون عنك بطالا ذكر الفراق. شكرهم شعور الابطال بيتهم كل الدم لزمن القوه. ايدي واتمر وبارويتك للعلمين. آمين.
وسلم شرف ردنا مع كل العالمين. فأسألكم يا إخوتي بمراحم الله أن تقيموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله بخدمة الناطقة، ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا بتجديد أفكاركم وميزوا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول لجميعكم بالنعمة التي وهبت لي أن لا تفكروا فوق ما ينبغي أن تفكروا فيه، بل فكروا في الورع كل امرئ على حسب ما قسم الله له من الإيمان بالمقدار. فإنه كما أن لنا في الجسد الواحد أعضاء كثيرة وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، كذلك نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وكل واحد منا عضو للآخرين. ولتكن محبتكم بلا غش، بل كونوا للشر مبغضين وبالخير معتصمين. كونوا محبين لإخوتكم، محبين بعضكم لبعض، وليبادر بعضكم لبعض بالإكرام. كونوا مجتهدين غير متكاسلين، كونوا حارين بالروح، كونوا لربكم عابدين، كونوا برجائكم فرحين، كونوا لشدائدكم محتملين، كونوا على الصلاة مواظبين، كونوا في حاجة القديسين مشتركين، كونوا للغرباء محبين، باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوة آمين. فلنقم باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. Hallelujah.
كرزو ذاب يوحنا فليأتي إلي ويشرب كل من يؤمن بي كما قالت الكتب ستجري من بطني أنهار ماء الحياة إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه إذ لم يكن الروح قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد كان كثيرون من الجمع الذين سمعوا أقواله يقولون إن هذا في الحقيقة هو النبي وكان آخرون يقولون هذا هو المسيح قال آخرون ألعل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود من بيت لحم قرية داود يأتي المسيح فوقع شقاق بين الجمع من أجله كان أناس منهم يريدون أن يمسكوه ولكن لم يلقي أحد عليه يدا فأقبل أولئك الشرط إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال لهم الكهنة لماذا لم تأتوا به؟ فقال لهم الشرط إنه ما نطق إنسان قط بمثل ما ينطق هذا الرجل قال لهم الفريسيون لعلكم أنتم أيضا قد ضللتم هل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به ما خلا هذا الشعب الذي لا يعرف الناموس فهم ملاعين قال لهم نيقوديموس أحدهم ذاك الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا لعل ناموسنا يحكم على إنسان ما لم يسمع منه أولا ويعلم ماذا فعل أجابوا وقالوا له ألعلك أنت أيضا من الجليل ابحث انظر إنه لا يقوم نبي من الجليل On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and proclaimed, If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scriptures have said, out of his heart shall flow rivers of living water. Now, this he said about the Spirit, which those who believed in him were to receive. For as yet, the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. When they heard these words, some of the people said, This is really the prophet. Others said, This is the Christ. But some said, Is the Christ to come from Galilee? Has not the scripture said that The Christ is descended from David and comes from Bethlehem, the village where David was. So there was a dispute among the people over him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. Shuha. هذا العيد هو في نهاية الصيف
الشعب اليهودي كان يعملهم، وكان فترة طويلة 4-5 أيام حتى بينوا يتذكرون مسيرة آبائهم بالبرية، والوقت اللي ما كان عندهم استقرار، ما كان عندهم بيوت مثل البدو عندهم خيم، ويتحولون من مكان إلى مكان. إذا هذا الشيء كان يتذكرون، وكل سنة يطلعون من بيوت مالتهم يعيشون بالخيم. ونهاية هذا العيد كان عندهم نوع من احتفال شكر الله اللي كان يستعملون بينه الماء، لأنه بالبرية أيضا ماكو ماء كثير، ولما عطشوا موسى أعطاهم الماء من الحجر. الحجر عادة صعب أن يكون بينه ماء، فعصى موسى خلت على كلام الله أن يطلع الماء من هذا الحجر. مرقس يقول وكان هذا الحجر هو، أو هذه الصخرة كانت رمز إلى المسيح. فإذا هالصخرة راح تصير ينبوع ماء حي. فإذا يوحنا دائما كان يحاول أن يأخذ مناسبات في حياة يسوع ويعطيها مثل فرصة لتعليم أعمق. فإذا تقرون إنجيل يوحنا ما تشوفون كثير أشياء مثل ما عند متى مرقس لوقا، أبو كم حدث بعدين نهاية حياة يسوع من 13 إلى تقريبا نهاية الإنجيل اللي هي تعليم يسوع في العشاء الفصحي. إذا يسوع أراد أن يقول إلهم للشعب اليهودي أنه هذاك الماء، مثل ما قال السامرية، من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لا يعطش أبدا. فإذا هذا الماء يسوع يقول هو الروح اللي المؤمنين ياخذه، الروح القدس يصير نبع حياة عند الإنسان. وهذا نبع الحياة مثل ما قلت بالبداية ما هو إلي فقط. لما الإنسان يفكر بنفسه يكون مثل هذيك الحبة ما تنزرع، تصير حبة واحدة، لما تنزرع تصير شبلة، بالشبلة أكو سنابل، بالسنابل أكو حنطة كثيرة. فإذا لما الإنسان يطلع إلى الآخرين، يضحي من أجل الآخرين، يكون هو نبع للآخرين، راح يكون في حياة الآخرين. فيسوع اليوم حقيقة بهالمسيرة يريد يقولنا أنه لا تكونون نفسك، كونوا سواقي، كونوا مجاري للآخرين، هذا نبع الحياة يوصل إلى الماء. لما ما يجري تعرفون شو يصير به، يصير آسم باش السيارة، لما يجري يعطي حياة، ممكن نشرب ممكن نسقي منه فيصير ماء الحياة. لما احنا نصير هالمجاري هالسواقي نصير وسيلة النعمة الله من خلالنا توصل إلى الآخر. فإذا هالمسيرة مع الرب خلال هذا بقية الصوم، ما بقى لنا كلش كثير، نحاول أن نكون مجاري، أن نكون سواقي، أن نكون وسائل نعمة الله من خلالنا توصل للآخر. لنكن حسنا كلنا بإيمان ورجاء نطلب قائلين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك ارحمنا يا رب. يا رب خلصنا والمعتني بنا ومدبر الكون نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل أمن ووفاق وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذي يسكنون فيها نطلب منك ارحمنا يا رب. من أجل
اعتدال المناخ ووفرة الغلال والثمار وصلاح العالم أجمع نطلب منك من أجل صحة آبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر العظم بابا روما ومار لويس الجاتريك الباتريال ومار فرانسيس أسقف أبرشيتنا وأبينا مار إبراهيم ومن أجل جميع الذين يقدمون معهم نطلب منك من أجل آبائنا الأساقفة حافظي الإيمان في العالم كله نطلب منك من أجل شفاء المرضى والفرج المتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انفصلوا وانتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك خلصنا أيها الرب المسيح بنعمتك وفض علينا أمنك وسلامك وترحم علينا ارحمنا يا رب I'm
جميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذاب الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كلله يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارك الله. بمحبة كاملة وإيمان حقيقي عظمى هذه الأسرار، نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. الذي لم يعتد مساواته لك
الليلة التي أسلم فيها ثلاث خبزا بيدي مقدستين رافعين إليك الثواب غابطا كل شكر بارك كسر رافع تلاميذ وقائلا خذوا كلوا منه كلكم هذا وجسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا يا ربنا ويا رحمتنا
ندنو بحرمك نرصد رحمتك جسد روحنا وربنا يسوع المسيح ودمه. بسم الله والابن والروح القدس الى الابد. يحسب الدم الثمين من جسد ربنا يسوع المسيح المحيي. بسم الله والابن والروح القدس الى الابد. جسد مقدس بدم ربنا يسوع المسيح الغافر. بسم الله والابن والروح القدس الى الابد. Amen.
وتراز يا ريت شوي حيوم قديش وحياتي لو بكلنا خان ونشبح لنا ومن لبنان روح إلى بندقية راح
راح يكون بها كروز. بهالكروز راح نشوف تقريبا بعض الجزر اللي مر بيها مار بولس خلال سفراته الرسولية. اذا راح تكون بعض الجزر اللي هي اليونان وايطاليا وجمهورية كرواتيا. اكو ايضا بروشور موجود اذا تحبون تاخذون، ولانه هي محدودة خاصة هاي الثانية، رجاء تقدرون تتصلون بساعة بسكرتيرة الكنيسة، ويكون يوم الأحد مبارك علينا جميعا.